السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور الرياضية الخاطئة والمضرة في الصحة. طبعاً الكل عارف أن الرياضة نهائياً ما تضر في الصحة، بالعكس تساعدك على اللي هو الإطالة في عمر في وظائف الجسم، وكذلك إعطاء جسمك الصحة العامة، وأيضاً تساعدك على ترتيب حياتك اليومية. ولكن في بعض الأمور اللي تساعدك على ضرر جسمك في الرياضة، أول شيء اللي هو الأشخاص اللي يلجؤون حق أخذ الهرمونات والعقاقير اللي تسبب لهم أمور كبيرة وتسبب لهم عدم اتزان هرموناتهم. فبالتالي عدم اتزان الهرمونات راح تسبب مشاكل كبيرة في الجسم. فبالتالي عندك أنت أو الأشخاص اللي هم يمارسون خصوصا رياضة كمال الأجسام دائما، أو بعض الأشخاص نقول يلجؤون حق هذه الهرمونات على أساس تساعدهم على زيادة عضلات جسمهم، تساعدهم على إعطائهم نتيجة بصورة سريعة، تساعدهم على إبراز العضلات بصورة أكبر، ولكن هذه العضلات راح تكون أو هذه الأشكال الجميلة راح تكون فقط كشكل، أما داخليا غير صحية، ممكن تسبب أمور وأضرار كثيرة. أول شيء أخذ الهرمونات راح يسبب لك أو ممكن يسبب لك اللي هو الفشل الكلوي، راح يسبب لك عدم اتزان في هرموناتك، راح يسبب لك مشاكل في الجسم، مثلا الصداع، السيولة في الدم، المزاجية السيئة، وأيضا ممكن يسبب اللي هو ضعف جنسي حق الشخص نفسه. فبالتالي لاحظ هذه الهرمونات ممكن تسبب مشاكل عديدة وكثيرة، وأيضا أمور أخرى كثيرة ما ذكرناها. فبالتالي حاول أنك دائما تبتعد عن هذه الهرمونات. وأيضا صحيح هي أعطتك النتائج بصورة سريعة، ولكن أيضا إذا أنت تركت هذه اللعبة خلال شهر راح تلاحظ أن وزنك نزل بصورة سريعة، لأن أنت أخذت أو بنيت جسمك عن طريق هذه الهرمونات اللي تعود عليها الجسم. أما يختلف عن الشخص الطبيعي، الشخص الطبيعي اللي ما يأخذ أي هرمونات أول شيء راح يكون شخص صحي، راح يكون شخص فعلا شخص رياضي ومن دون اللي هو أضرار على وظائف جسمه، راح تكون هرموناتها نشطة، وراح تكون أيضا الهرمونات الداخلية اللي هي عبارة عن هرمون التستيرون والجروث والإنسولين كلها موجودة في الجسم، هذه راح تكون نشطة بشكل كبير. فبالتالي حاول من خلال هذه الرياضة أنك دائما تمارس بشكل صحيح ومن دون أي هرمونات. أخذ المكملات الغذائية اللي هي ما يكون فيها أي نوع من الهرمونات، وايضا احاول قدر المستطاع انك تركز على التغذيه بشكل كبير على اساس تساعدك بشكل عالي على الحفاظ على صحتك العامه، وايضا الوصول الى هدفك من دون اي مشاكل داخليه ومن دون اي مشاكل على وظائف الجسم. فمن خلال هذه الامور ابتعد عن الهرمونات، ابتعد عن عقاقير اللي ممكن تسبب لك مشاكل كبيره، ايضا الجأ حق التمرين بشكل طبيعي من خلال التغذية والنوم والراحة والتمرين، راح تلاحظ انك وصلت حق نتيجة، وايضا هذه النتيجة ممكن تأتي بشكل بطيء، وايضا عند مثلا ترك النادي راح تروح بشكل بطيء. فحاول بشكل كبير تحافظ على صحتك العامة، وهذا كان موضوعنا في هذه الحلقة. نلقاكم من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع البار الموجود معنا في هذه الحلقه. طبعا ثبت بهذه الطريقه، لاحظ الوزن وايضا طريقه البار بهذه الطريقه. هذه الطريقه بالنسبه حق الوزن او بالنسبه حق طريقه البار راح تساعدك بشكل كبير على اللي هو استهداف اكثر من عضله بجسمك، وايضا تقدر تلعب اللي هو التمارين المتنوعه. اول شيء طريقه التمرين الاولى راح تكون كالتالي، راح اثبت البار بهذه الطريقه، انزل بهذا الشكل على مستوى الوجه واصعد بهذا الشكل. هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على استهداف عضله الذراع اللي هو او عضله الاكتاف بهذا الشكل. لاحظ مرة ثانية ننزل بهذا الشكل، أصعد بهذه الطريقة. هذا بالنسبة حق التمرين الأول. الحين نفس التمرين ولكن راح استهدف عضلة الصدر، بمعنى لاحظ نزولي على مستوى الصدر بهذا الشكل والصعود بهذه الطريقة. لاحظ، حاول قدر المستطاع طبعا أنك أثناء النزول تثبت ذراعك بهذا الشكل وتصعد فقط بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يستهدف لك العضلة العليا للصدر بهذا الشكل. عدد التكرارات لكلا التمرينين 10 تكرارات في 3 جولات. هذا بالنسبة حق التمارين اللي هو حق الأكتاف الأمامي زائد عضلة الصدر. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، راح استهدف عضلة الظهر، لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على استهداف عضلة الظهر اللي هي عضلة البيطان. لاحظ أخذ الجهة الثانية من الجسم، أحرك بهذه الطريقة. عدد التكرارات راح يكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده اللي هو راح يكون تمرين سكوات، أنزل بهذا الشكل والصعود بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على استهداف العضلة الأمامية للقدمين بهذا الشكل. عدد التكرارات راح يكون اللي هو 10 تكرارات في 3 جولات. طبعا بالنسبة حق هذه التمارين استهدفت أكثر من عضلة، سواء عضلة الأكتاف أو عضلة الصدر أو عضلة القدمين أو عضلات الظهر. فمن خلال هذه التمارين، تمارين متنوعة ومتفرقة على الجسم، أتمنى أنكم استفدتوا في هذه الحلقة من هذه التمارين. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.